أهلا وسهلا ومرحبا بكم في زوم. تتساءل عديد الأمهات كيفاش ووقتاش نجم نحي الكشل صغيري، وهذا باش يكون موضوعنا في زوم اليوم. كل مرحلة نقولوا هذه أصعب مرحلة، السنة الأولى، الخطوة الأولى، الكلمة الأولى، وكي نوصلوا لتنحية الكوش يولي صغيري حافظ على نظافته نحسوه نجاح كبير. أولا لازمنا نعرفوا أنه حتى صغير ما يشبه لصغير آخر، كل صغير عنده عمر ينجم يكون فيه قادر على تنحية الكوش. فصل الصيف هو الوقت المناسب خاطر نقصوا فيه الدبش والزرابي زادة. من 15 شهر لعامين يكون الصغير نقص من شرب الحليب، وقتها نجمو نبداو ندربوه في مرحلتين. المرحلة الأولى الصغير لازم يكون فاهم خاطر الحكاية مش فلسة نزل عليها، وإنما لازم تحضير نفسي وتفسير. نحكيو للصغير ونشرحو له، خاصة كان عنده خوه كبير ناخدوه مثال باش نشجعوه. المرحلة الثانية هي الصبر والنشاط، كل نص ساعة تحطو على التواليت سواء عنده رغبة ولا لا. ما تتغشش خاطر تنجم تهزو 20 مرة للمرحاض وتكون بدون نتيجة. الأم لازم ما تقلقش وتكون مبتسمة وبالها واسع. إذا غلط ما تعاقبش وما تعيطش، لكن تفهمه وتشجعه وتنجم تحكي له قصة قبل النوم يكون البطل فيها، نجم يحافظ على نظافته وينحي الكوش. هذه زوم بالنسبة لليوم، نتقابلوا في زوم جديدة. إلى اللقاء وباي باي.